سي خالد هانيا بغيت كنت تاو داك الدراري راه عندي شي حساب مع واحد السيد ضروري نتلاقاو في العشيه ان شاء الله ويلي يا صاحبي الله الله عليك خويا صح دار الله في راسك واش عبدو شوف باك زين ديال الباب مريضه الله يشافي شوف ما عصيك فلوس ولا شي حاجه لاصك شي حاجه قولها لي انت الثاني المهم صيفط لي جوج دراري دابا بغيتهم صح الله ما تعطيني يلا حي صيفط لي داك حميد وداك رشيد يلا حي شوف اوجد لي وجد لك بارتي قلت لك واش فين نجي انت بقيت فاهم والو الخوا اللي في هذه البلاد هذه ما بقيت فاهم والو اريح اريح والله اللي عاودت لك البارح قال شي علي شنو هو اش مشينا محركين كذا وكذا كواك مشيت للبلاد جا البراني كيدير فيها ما بغا شنو غنديرو دابا حنا بوفريا ما كايناش الامكانيات لا شي حاجه باش تعتمد ولكن انا اللي عارف شنو غندير خويا الزوين نوض تبعني عافاك الله يسعدك فين غادي فين تاع نوض الراجل هو اللي موش على بلادو على ارضو تاع نوض تبعني دابا ان شاء الله تاع علاش ضربنا البراني اللي دخل البلاد يشوف شنو كيدير في البلاد شوف شحال من واحد مشى في البلاد ولد فلان ومن فلان الصاك اللي مشى الديور اللي تصرفات شكون هذا شكون براني ريح نشوي صافا ريح عرفتي شنو غدير عرشا شويه نرجع عرشا دابا انت شويه نرجع سير الله خويا الله يسلمك قلت لك داك ما صافي وجدوا ملي باش يجي الدري ياخذو من عندي واقف عليهم ضروري صافي المهم واقف عليهم دابا دوك البارطيات اللي ما كاينينش
بارتيك لي ما كاينش راه ما كاين والو اخويا الله يعطيك صافي نعاود لك اخويا حميده صافي حيد واحد الدروج جاي انت لاصق فيا ترى عطبني شاني ندير ماشي بلا اخويا ترى هاد الدري خويا كاين دوي مساليش صافي اخويا حميده شوف شوف باش سوين نعاود نعيط عليك صافي يلا حي هاني معك هاني معك الو ابدو شوف ابدو طرب عليك في بلان شوف جي انت والدراري وما تجيبش لي دوك جوج دراري ما تجيبهمش لي دابا دابا تحضرهم لي حضر لي شي واحد يكون واعي دوك جوج راه حشموا بيا داك النهار دابا دابا يكونوا عندي يلا نتسناك دابا يلا حيد دابا دابا كاين واحد بلان يلا كاين واحد بروش فهمتي ما خصوش خصهمش يزعموا علينا يلا حيد يلا صافي بارك عليكم الدراري بارك بارك عليكم بارك يلا يلا شي دابا داكشي كاع اللي علمت وليد بغي شو اليوم نوط يعني نوط صافي نوط يعني نوط شعامنا ضامن التفسير فين غادينا اخويا الو حسين شوف اخويا صافي وجد لي الدار انا خويا اللي جاني مرجع للدين صافي صافي داكشي قال لي ندير سالي شنو يا صافي تعبد اللي كان خدام معايا يدي لي ما حتى هو بغى يهضرني وقتلته ما عرف يعني ما عرف شكون اللي امرو ليا صافي سالي شنو عجوج بعث لي كاينين هنا ولكن ما مسوقش كان عندي احساس واحد الاحساس بلي شي حاجه تقع